يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحد عسكري بلدياتنا في الخدمه لقى قرد في الشارع وداه للضابط بتاعه، قال له يا باشا انا لقيت القرد ده في الشارع، قال له روح وديه على حديقه الحيوان. غاب العسكري شويه ورجع ومعاه القرد، قال له رجعت بيه تاني ليه؟ قال وديته على حديقه. اوديه تاني فين؟ على الملاهي. واحد صحي من النوم على زعيق وصوت، سال الجيران ايه في ايه؟ قالوا له الميه مسمومه. مراته صحيت سالته في ايه؟ قال لها مفيش حاجه، روح اشرب انت ونام. حرامي دخل البيت عشان يسرق، وهو بفتش طلعت عليه صاحبه البيت وكانت تخينه قوي، مسكته ورمته على الارض وقعدت عليه وراحت تنادى على ابنها، واد يا محمد واد يا محمد انده ابوك من على القهوه. الحرامي قال لها بسرعه وحياه ابوك يا محمد. حمار عادي وحمار وحش عاملين مسابقه، بدا السباق فالحمار العادي وقف، قالوا له ما بتجريش ليه؟ قال لهم والنعمه ما انا جاري الا لما تجيبوا لي ترنج زي. واحد خلف 7 عيال سماهم 7 اب. واحد بيقول لمراته بتحبيني قد ايه؟ قالت له قد ما انت بتحبني. قال اه قلبك اسود قوي. واحد غبي مش جاله نوم، قام يدخن سيجاره، قعد يدور على كبريته ولا عمل ايش، راح مطفي الشمعه ونام. واحد راح يشتري ساعه لقاها غاليه اشترى 5 دقايق. واحد بلداتنا رجع من الحج سالوه كيف الحج والخدمات في السعوديه، قال لهم والله كل حاجه تمام التمام وكتر خيرهم، قاموا بالواجب وزياده، وانا بنصح اي واحد عايز يحج ما يروحش غير السعوديه.